رحمة الله حبايبي الكرام، سعد اوقاتكم بكل خير. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة مليحة. اليوم مع بعض ان شاء الله يا ربي راح نعملو سابلي بريستيج بحشوة تكون بلاك كريم ماشمالو مع بعض ان شاء الله. سنحتاجو لهذه الوصفة. عندي هنايا 500 غرام تاع الزبدة تكون بحرارة الغرفة، عندي 8 معالق كبار تاع السكر غلاس، عندي 2 معالق كبار تاع النشا، وعندي 4 صفار بيض، قرصة تاع الملح. من هذه الوصفة راح يدخلنا نص كيلو تاع الفرينة بالضبط، ولكن ما يمنعش انكم تاخذوا حذركم وديروا شوية بشوية، يعني في بعض الاحيان تختلف الوصفة من هذا لهذا، ديروا بشوية وتشوفوا. نبدأ على بركة الله. في البيتخان تاعي، في البول تاع البيتخان تاعي، راح ندير سكر غلاس هكذا، نخدمها مليح مع جون دوف، الصفر نتاع البيض نخدموه مليح قبل ما نزيدو الاضافات الثانية. من بعد ما خدمتهم مليح نزيد عليهم الزبدة ونعاود نخليهم ينخدمو مع بعضهم كما راكم تشوفو. راح نزيد النشا، 2 معالق نتاع النشا الكمية كاملة، نزيدو القرصة تاع الملح، راكم تشوفو لاكونسيستانس تاعها كيفاش، قرصة خفيفة تاع الملح، ونكمل نخدمهم مع بعضهم ونبدا ندير في الفرينة ابتي ابتي بالتدريج. هنا نبدا نزيد في لافارين تاعي بالتدريج هكذا، ندير كمية مليحة يعني باش من كما تعرفوا لاباطيس ابلين ما تحملش الدليك بزاف، خصها غير نلموها برك. هذا ما كان انا كي ندير الكمية الاولى تاع لافارين نزيد عليها، شوفوا قرصة نتاع الخمارة، شوفوا قداش يعني كذبة نتاع الخمارة، الخمارة تعاون في الهشاشة تاع صابلي برك. هايك لاباط تاعنا كيما راكم تشوفوا، شوفوا كي نخبطوها كيما هكا نحسو كلي خاوية. شوف هنا نشحت لنا، شوفوا تجي مفتة الله الله. انا هنا راح نحطها دون زان ساك ونخليوها 4 ساعة في الفريجيدار هكذا، نقفل عليها ونخليها ترتاح 4 ساعة. كلمة الماشمالو سماح نستحقو. عندي 2 صفار تاع البيض، عندي 100 غرام تاع السكر غلاس، عندي 240 غرام تاع جلوكوز، اني عادة ما وزنتوش، عندي بات داروم بيستاش، يعني هي كولورون في نفس الوقت، يعني فيها الكو تاع اي حاجه نتوما راكم حابينها، كاين بيستاش كاين نوازات كاين تيراميسو كاين اي حاجه نتوما حابينها. على فكره ملاحظه، هذا بالذات انا جايبتهم البلاد، نجيبهم البلاد باش نخدم بهم باسكو هاي سوغاليين. لو غليكوز نشريه من هنايا بيان سور، بزاف اللي يسالوني منين تشري، راح نغتنم الفرصه ونجاوبكم. انا ما عنديش بلاصه معينه نشري منهم، سي بوغ سا ما نقدرش نجاوبكم اكزاكتومون. معروف هنايا في فرنسا ما كانش حوانت متوفرين كيما في البلاد اللي يبيعوا صوالح الكاطو ولا صوالح لاباتيسخي، قليل 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 وين نلقاو، يعني نشريو من لي سيت انترنت. لي سيت انترنت كاين بزاف تاع لي سيت، مثلا انا كيما الجلوكوز نشريهم الي اكسبريس، زوج سدا 2 كيلو باتاكي من هكذا فيها كيلو 2 كيلو 11 اورو لا ليفريزون غراتوي. كاين تيما ديكو كاين ميور دي شيف كاين زوديو، يعني هكذا دي سيت نتابيو في انترنت نلقاو. حنا هنا في فرنسا عندنا امكانيه اننا نشريو من لي سيت انترنت، سي بور سا يعني ما عنديش بلاصه معينه دائما نمشي ليها نشري منها، لا مرات مثلا كيما امازون ما فيهش صوالح متوفرين واغلب الوقت ليفريزون تكون غاليه. فوالا هكذا كل مره منين نشري. هنا عندي ان باماري ما سخون طابخ كيما راكم تشوفوا، راح نحط فيه البول تاعي ونحط بياض البيض تاعي ونطلعه يعني حتى يولي ماشي اون ناج ابان، يولي يبدا يطلع لنا. فوالا كي نتحصل على هذا الرغوه كيما هكذا راح نزيد عليه 240 غرام تاع الجليكوز ونواصل الخفق. هنا من بعد ما وصلنا لهذه المرحله ضاعف الحجم تاعو ولا ابيض، راح نزيد لا بات داغون تاعي بيستاش كميه مليحه لانه حابه الكو يكون مليح باللون ان شاء الله هكذا، والسكر يكون في الاخير كمرحله اخيره، هاو السكر غلاس في الاخير، ونواصلوا الخفق بصح بعيد على الباماري. صاي الباماري كملنا معاه. هذه كانت الكريمة تاعنا، كريمة الماشمالو من بعد ما وجدت، شوفوا هذه هي ملاحظة، يعني 2 حبات تاع البيض يقطعوا لكم كمية وفيرة، يعني اللي يكون عامل كمية صغيرة تاع لي سابلي ويحب كمية قليلة يعمل حبات تاع بيض برك. هاي ليك شحال تقطع تجي هكذا شوفوا، وتمد لنا هذا اللون اللي هو شباب. من بعد يعني هذوك لي بات داغون فيهم الالوان وفيهم لي كوك، الواحد يعمل اسم ريحه هاي.
من بعد ما فتحت كما راكم تشوفوا خرجتها من الفريجيدار. انا راح نقسمها على زوج باش نقد نخدم هكذا ونرد لغط الساشي تاعو وانا نخدم هكذا باش العجينه تاعي ما تشحلش. هكذا انا هادو لي زونبورت بياس اللي راح نخدم بهم، انا اختاريت هذا الشكل هكذا وهذا فيه دو موتيف من طبع ومن طبع واحد اخر. هادو هما الاشكال اللي راح نخدم بهم. السابلي انا نرشو بالمايزينا هكذا، عندي شويه تاع مايزينا نرشها حاجه قليله ماشي بزاف، ونبدا نورق فيه بالعقل، ما ندير لا بابي لا والو غير بالعقل هكذا ونبدا نورق. حنا ما نورقوش عريض بزاف، ما نورقوش ثاني خشين بزاف، حوالي 2 سنتيمتر ماكسيموم. ونبدا نطبع السابلي ديالي، الموتيف ما راحش نسحقه، يعني ما راحش نحاول نعمل الموتيف ديالو، نسحقو غير هكذا نورمال. العجينه راهي مليحه، يعني حاولوا في الاول طلعوها كوم من موس باش تساعدكم وما تشققلكمش. نحاول نستعمل نستعين بخدمي ولا حاجه باش نديمو ريوه هكذا. راح نكمل كامل الكميه تاعنا، نطبع كامل السابلي تاعي كما راكم تشوفوا، ونحطو في الفور يطيب على 180 درجه 15 حتى 20 دقيقه ماكسيموم. كما تعرفوا السابلي ما يتطلبش يعني طياب كبير. هذا كان السابلي ديالنا من بعد ما طابو وخرجتو من الفور كما راكم تشوفوا، راه يتفتت غير بوحدو، شوفوا بلا ما نديرو له لا كريم لا حتى حبه، شوفوا كيفاش يتفتت بوحده قبل ما نعملو له حتى حبه. انا هنا عندي ليمول شو باش تفهموا، يعني كي تشريو لي زونبورت بياس يكونوا معاهم هاد ليمول هكذا، يجيو كيف كيف على قد قد يعني في الديكور. انا عملت لهم شوكولا، شوكولا بيضاء عاديه يعني لي دو موتيف اللي عملناهم مع بعض، وراح ندخلهم للفور حتى ينشفوا. انا مازالوا ما نشفوش، يعني غير عملتهم هكذا باش نوري لكم، ونرجعوا باش نعملوا لا فينيسيون مع بعض. السابلي بريستيج ديالنا، انا هنا لي كوك ديالي كولوريتهم بالفير فيلور، يعني ما حبيتهمش يقعدوا لي بويض هكذاك. هذا هو الفير فيلور كو جي يوتيليزي. ابخي نتوما شاكا سونغو تقدروا تعملوا لنا كري كيما تقدروا تخليهم بويدين. بويدين انا جاوني يعني سي ترو كلاسيك، لو كنخليهم بويدين سي بور سا جي شوازين نعمل لهم لا كولور فير بور رابلي لو غو بيستاس كي دودون. هنا لا كريم ماشمالو ديالي اللي عملناها مع بعض هكذا، نعملو كونتيتي قليله ما نوصلوش حتى للحواف باش كي نغلقوا الحبه تاعنا ما يخرج لناش منا ومنا، وكي نجيو نحطو نبقاو نعملو هكذا باش يوصل لنا حتى لهنا هكذا. كما راكم تشوفوا هاي لا كريم وصلت لنا حتى للطرف هكذا. هنا عندي الكونفيتور تاعي مشمش عادي نورمال، جيست باش نعمل الاطراف هكذا، راح نعمل الاطراف تعرفوا هاد لي طاب كامل نتوما، نعمل لهم شويه تاع لي كاكاوات محمصين بقشورهم ومطحونين هكذا. الكاطو جا هشيش بزاف بزاف بزاف، يعني انا خايفه غير تحمل حبات كسرت لي في يديا تلمو هشيش بزاف. من بعد نفوت في لي كاكاوات تاعي هكذا نورمال، انا ما قصيتهم ما رحيتهمش بزاف 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 كامل الغبره، خليتهم هكذاك حبيبات يعني يبانو نقو يجي هبال هكذا. من بعد نمسح مسحه خفيفه تاع الكونفيتور من الفوق باش لي كوكي تاوعي يلصقوا لي، وناخذ الحبه ونحطوها من الفوق هكذا ونعاود لا كريم. انا ما راحش نعمل لا جيلي ولا حتى حبه، يعني تقعد جوج لا كريم اللي عملناها في البدايه هي راح نكمل بها حتى لافا، لانه الكو روعه روعه روعه. لا كريم ماشمالو روعه مع السابلي جهايا. هنا عندي لو سكر ديامو ما حليتوش، هاوليك سكر ديامو لي ساسيني من تشري نقولكم هاي كيما هذا شريته من لو سيت ويلتون، لو سيت ويلتون طابيوه في انترنت يخرج لكم سيت ويلتون هكذا. جينا الحبة تاعنا هكذا كيما راكم تشوفوا فوالا. نكمل نعمل معاكم حبة وحدة أخرى بهذا الشكل هكذا. لا كريم اوسي كيما قلت لكم ما نكثروش بزاف، شوفوا شحال عملت غير فتاته. راح نقلب الحبه باش تجيني كيف كيف هكذا، نعمل كونفيتور ندور على كامل الحبه
هكذا ندخلها مليح سورتو الكور راكم عارفين شويه باش ندخلوه للكاكاوات شويه صعيب الديسان تاعنا راح يتخبى مي معليش سي با كاف شويه كونفيتور باش نلصقوا الحبه اوبس حطيتها في الكاكاو معليش هادو هما لي زاكسيدون نتاع نرفد الحبه نتاع الشوكولا تاعي ونحطوها في السونتر بيان هكذا لا كريم مارشميلو ملاحظه لا كريم مارشميلو غادي تحكم روحها مليح مليح تولي كوم اون بات كي تبرد فات كي تبات لي لا كومبلي عاود لو سكر ديامون باغي هكذا فوالا هيا انا راح نكمل كامل الحبات تاعي هكذا ونعاود نشوفه في طبق التقديم كيفاش جانا لوطو.